وللحديث أكثر عن اتهامات صحيفة القبس الكويتية لحكومة بغداد بالابتزاز ينضم إلينا عبر سكايب من أسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. إذن اتهامات أوردتها صحيفة القبس الكويتية مشفوعة بمراسلات ومحاضر رسمية كما قالت الصحيفة تكشف عن محاولات الحكومة الحالية ابتزاز دولة الكويت. ما الذي يدفع الحكومة في بغداد لسلوك هذا المسلك برأيكم؟ أستاذ حسين؟ ألو، نحن نسمعك، هل تسمعنا؟ نعم أسمعك. كنت قد سألتكم عن الدافع وراء هذا السلوك الحكومي لابتزاز دولة كالكويت من خلال المحاضر والوثائق التي أبرزتها صحيفة القبس الكويتية. يعني إن صحت هذه المحاضر وخصوصا جريدة القبس الكويتية قريبة من الحكومة الكويتية، أعتقد هذا الأسلوب لا يليق بدولة مثل العراق أن يتنمر على دولة ضعيفة مثل الكويت، دولة صغيرة. هذا الأمر غير لا يليق بالعراق، وخصوصا في لمعالجة أزمته المالية. معالجة أزمة المالية في العراق هي من الداخل وليس بابتزاز دولة الكويت. معالجة محاربة الفساد اللي موجود في العراق، ضبط الحدود والموانئ، ضبط الميليشيات وعدم تجهيزها، وضبط المال العراقي وعدم غسيل الأموال، كل هذا هو لمعالجة الأزمة المالية العراقية. لكن إذا كان الفساد في العراق من الداخل الحكومة عاجزة عن معالجته، فمن باب أن تكف شرها عن الدول وخصوصا دولة مثل الكويت. لهذا السبب أعتقد أنه على الكاظم أن تكون تصريحاته تشابه لأفعاله، لأنه عندما استلم السلطة بدأ يصرح بعلاقات حسن جوار ومصالح متبادلة ومصالح مشتركة مع جميع الدول. إذا كانت هذه التصريحات أو هذه التسريبات صحت عن حكومة الكاظمي، فبمعنى هناك أقوال بلا أفعال، وقد يجوز العراق يدفع ثمن غالي إذا ما تحرش بالكويت كثيرا. نعم، لكن الحكومة الحالية في بغداد والتي تستغل عدد من الملفات العالقة مع الكويت في الضغط لجلب بعض القروض أو الهبات، هذا يدفع إلى السؤال عن أثر ذلك استراتيجيا وسياسيا على الأمن الحدودي بين البلدين. يعني أعتقد الأمن الحدودي بين البلدين، بين العراق والكويت، لا يخشى من أنه ستتجاوز الكويت على الحدود العراقية. والكويت دولة ضعيفة لا تجرى على التجاوز. الحدود العراقية الإيرانية إذا ضبطها العراق فيكون الأمر بخير كثير. أعتقد هو ترك 1300 كيلو متر بين العراق وإيران، ولجأ إلى هاي تقريبا 400 كيلو متر ما بين العراق والكويت، وعلما أن الكويت لم تكن يوما هي مصدر تهديد للعراق ولا تجرأ أن يعني تكون مصدر تهديد. على الكاظمي أنه يعني يضبط تصريحاته ويترجمها إلى أفعال ولا يتورط في قضية الكويت، وخصوصا أن الكويت هي شبه دولة محمية من قبل الولايات المتحدة، ولا يذهب كثيرا في سياسة التوريط التي تلجأ إليها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحتاج إلى فوضى، هذا ما صرحت به، هذه سياستها في المنطقة. فالفوضى هي سياسة التوريط الذي ستورط بها الكاظمي أو حكومته، وهذا الأمر لا يليق بالعراق. نعم، ما هي أوراق الضغط التي بيد الحكومة والنظام السياسي المتهالك في العراق حتى يستخدمها في ابتزاز الدول بصفة عامة؟ يعني الضغط هو أولا هو حليف لإيران، ودولة الكويت في وضع لا تحسد عليه الآن، هي مجاورة للعراق ومجاورة للكويت للأسف ولإيران، ومجاورة لدولة السعودية. اليوم علاقة السعودية بالكويت هي علاقة ليست كعلاقتها عام 1991، عام 1990 في تلك الفترة مختلفة الآن جدا. سياسة السعودية تغيرت إلى حد ما، سياسة إيران التوسعية بدأت تتمدد وتتوسع ولها أطماع في الكويت، والعراق حليف لإيران، فالكويت في وضع لا تحسد عليه. لكن لولا سياسة الشيخ صباح المعتدلة الوسطية إلى حد ما، اعتقد يعني كان دخلت الكويت والعراق منذ يعني سنوات في ازمه امنيه وازمه سياسيه كبيره. لكن سياسه امير الكويت المعتدله حالت دون وجود ازمات، اما لا يمكن الاعتماد على هذه، والرجل عمره 90 عام وهو مريض،
ماذا لو استلم السلطة من بعده، مثلا بعد أمير صباح، وجاء رجل مختلف في سياسته؟ أعتقد الوضع الأمني والسياسي ما بين العراق والكويت سيكون مشتعل وملتهب أكثر. نعم، طيب إذا كان الابتزاز السياسي هو سلوك قوى العملية السياسية خاصة الطائفية منها مع الدول التي قدمت المساعدات المختلفة لها، إذن كيف سيثق الآخرون بهذه القوى ونظامها الطائفي؟ لا، هي مشكلة الثقة بين العراق والدول العربية شبه معدومة. اليوم مؤتمر الكويت اللي فتحت الكويت بابه لهذا المؤتمر وهناك داعمين، وأشارت الصحيفة أيضا على أنه العراق يماطل في الكويت في حينها تبرعت بملياري دولار، ولكن يعني مشاريع لحد هذه اللحظة العراق لم يقدم المشاريع للكويت حتى تتبناها وتتولى أمرها من خلال شركات هي تشرف عليها. العراق يريد أموال فقط، والأموال تذهب للفاسدين أو للميليشيات أو لتمويل مشاريع مؤذية للعالم العربي. فالعراق يعيش أزمة ثقة مع المانحين ومع الدول العربية بسبب ما يعاني من فساد. الفساد العراقي اليوم لا أحد يستطيع أن ينكره، لا حكومة ولا برلمان ولا مسؤول ولا جهات رقابية ولا دولية ولا إقليمية، الكل تعلم بحجم الفساد في العراق. فلا توجد ثقة ما بين العراق وما بين المانحين، فمن باب أولى أيضا ستكون أيضا ستجر هذه عدم الثقة إلى الكويت وغيرها من الدول. نعم، أخيرا، ألا ترى أن سياسة اختطاف إيران للعراق من محيطها العربي أثرت كثيرا على علاقات العراق الخارجية مع الأشقاء العرب؟ بالتأكيد سياسة إيران، يعني هيمنة إيران على العراق وعلى أيضا بعض العواصم الأخرى مثل سوريا، أثرت على العلاقة العربية العربية، وتصدع اليوم البيت العربي وتصدع البيت الخليجي، وهناك أزمة حقيقية على الدول العربية وعلى النظام العربي أن يعيد سياساته سواء مع إيران أم يلملم البيت العربي لمواجهة التحديات، لأن التحديات كبيرة جدا سواء كانت الإيرانية أم الإسرائيلية الصهيونية. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ حسين سبعاوي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول.